غانم علي مهندس في الطاقة الذرية. كنت أنا وزملائي راجعين من عزاء، واحد من زملائنا توفت والدته، راجعين من مذبحة وماشيين في شارع 60، وأثناء مرونا في شارع 60 شفنا موكب يتكون من سيارة مرسيدس السوداء معكس بدون لوحات، ويحيط بها مجموعة من السيارات الحديثة من النوع شاص بدون لوحات كمان، وتحمل مجموعة من القبائل بالزي القبلي مع مجموعة يحملون أسلحة مختلفة، أسلحة خفيفة ما بين الآلي وغيره. فأثار المنظر فضولي بحيث أنه حبيت أني أصور المشهد الغريب هذا في وسط العاصمة. فلاحظوا أن احنا بنصورهم، لاحظوا شافوا أننا بنصورهم، وأنا شايف الموضوع عادي جدا أنك تصور أي منظر غريب يعني، والإنسان ما يحطش نفسه في مواضع غريبة على أساس أنه ما يخليش الآخرين يلتفتوا لعنده ويصوروا ويكون محل صغير. كنت بسيارة زميلي أنا ومجموعة اثنين من الزملاء، فأول ما لاحظونا وقفوا، تعرضوا لنا ووقفوا علينا فجأة وأحاطوا بنا من جميع الاتجاهات ونزلوا المسلحين بأمر من الشخص اللي كان فوق السيارة الصالون في السيارة المرسيدس السوداء. ما انتبهت لأنه أول ما وقفت السيارة هجموا علينا كلهم، فنزلوا فتحوا الباب واستخدموا عن العنف وحاولوا أخذ التلفون بالقوة وقالوا ليش تصور. قلت لهم ما عاد يصورون أي حاجة أشوفها قدامي في الشارع، الشارع هذا ملك عام ممكن واحد يصور في أي منظر غريب يعني. فجمعوا علي حوالي 30 إلى 45 شخص من المسلحين هذولا، أخذوا علي التلفون ضربوني في أجزاء كبيرة من جسمي، واحد منهم ضربني بمؤخرة الآلي في رأسي، في كدمات وفي جروح. أخذوا التلفون وأخذوا كمان سلاحي الأبيض، وتعرضنا للسيل من الشتائم والسب والكلام البذيء، ومعروف ممكن الأجهزة الأمنية تجيبه لأنه معروف سعر مرسيدس زي ما ذكرت السوداء بدون لوحات، كيف حد يعرفها؟ طيب الزملاء كانوا معك فوق السيارة والسيارين؟ الآن هم في قسم المعلمي بيعملوا بلاغ هناك. في ما تعرضوش لأي؟ لا تعرضوا طبعا، صاحب السيارة حجزوا داخل السيارة ما خلش ينزل، ورفعوا عليها الأوالي السلاح، والواحد من الزملاء كمان كان بجانبي بيحاول يدافع عني، وتعرض لبعض الكدمات والضرب وكمان السب. مسلحين ولا؟ كلهم مسلحين، كلهم همج مجموعة من الأشخاص اللي ما يعرفوش ما معنى المدنية، ما معنى التحضر، ما معنى الدولة الحديثة، بيمشوا في شوارع صنعاء بالسيارات بدون لوحات، بدون لوحات مرورية، بيحملوا سلاح أكيد بدون تراخيص، بيمسكوا الشارع كله من يعني المفروض أن يمشي في خط واحد، ما يستوليش على كامل الشارع. بغض النظر كلنا بشر يعني، هو ماشي الطريق حق لي أملك فيه زي ما يملك هو فيه، ويمكن أنا أملك فيه أكثر لأنه مواطننا. ترأس الأخ الدكتور يحيى الشعيبي وزير الخدمة المدنية والتأمينات اجتماعا موسعا في محافظة عدن، كرس الوقوف أمام آلية تنفيذية تعنى بتوظيف الشباب في المحافظة. ترأس